بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. الحقيقه النهارده جولتنا ممتده، هتبتدي مع مباراه كره السله او جيم 1 في نهائي كره السله سيدات في دوري السوبر طبعا ما بين الاهلي والجزيره. المباراه هتقام في تمام الساعه 6، بعديها مباشره على الساعه 8 باذن الله برضو جيم 1 مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر. المباراتين مهمين جدا لان دي البدايه، وطبعا المباراتين او النظامين بيست اوف 5، يعني نكسب ثلاث مباريات يفوز باللقب. في البدايه طبعا قبل ما نروح لمباراتنا الاولى واللي هتقام زي ما قلت لحضراتكم في تمام الساعه 6 من صاله الشباب والرياضه بالسادس من اكتوبر، برحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو. في البدايه برحب بكابتن ميشو نجم نادي الاتحاد السابق ومنتخب مصر. اهلا بك يا كابتن ميشو. اهلا بك يا كابتن هيثم، منورنا وكده من السنه للسنه دايما كده حبيبي. ربنا يخليك، انا سعيد جدا ان اكون متواجد معاكم ومع النخبه الكبيره من نجومنا الكبار. نورت يا كابتن. وطبعا اكيد بنرحب بالرايق، رايق كره السله المصريه، احد ابرز اللاعبين في التاريخ، يعني انا مش عايز اقول كده يعني يبقى بنقلله كمان، لا ده هو احسن لاعب لعب في المركز ده انا في وجهه نظري يعني على مدار التاريخ. معانا الرايق نجم الثلاثات ونجم اتحاد اسكندريه ومنتخب مصر كابتن عماد محمود. اهلا بك. بشكرك جدا على المقدمه الجميله، وانت كابتن هيثم كنت نجم كبير، وطبعا تحياتي للكابتن السرعاوي وكابتن طاهر رجب وكابتن ميشو. ان شاء الله تبقى تحليل لائق بالنجوم اللي موجوده دي ان شاء الله. نورنا يا كابتن، ربنا يخليك. بنرحب بكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، هداف دوره لوس انجلوس الاولمبيه، احد طبعا اساطير اللعبه. اهلا بيك يا كابتن سلام. اهلا بيك كابتن هيثم، وفرصه سعيده جدا ان احنا معاك ومع النخبه الجميله اللي فكرونا بالزمن الجميل، وان شاء الله نكون تحليل يليق بالمجموعه ان شاء الله. بنرحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي ورئيس جهاز الناشئين والناشئات السابق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وبنشكرك على الكوكبه الجميله دي، وانت طبعا معانا وكنت نجم كبير في الباسكت يعني. انا سعيد كمان ان انا يبقى في ناس من نادي الاتحاد طبعاً. ناس على مستوى عالي وخبره كبيره في اللقاء ده، واللي يعني بتمنى ان هو يكون يتسم بالروح الرياضيه. اشكرك يا كابتن منورنا. والحقيقه هبتدي النهارده بمباراه كره السله سيدات الاهلي والجزيره، ونبتدي مع كابتن عماد محمود. طبعا عارفين كابتن عماد محمود المدير الفني لنادي سموحه تاني العرب، والحقيقه من احد الفرق اللي عملت اداء رائع هذا الموسم. كابتن عماد، يمكن مباراه النهارده الاهلي والجزيره اكيد مش هتكون يعني سهله بالمره، خاصه ان الجزيره فجر مفاجاه للمره الثانيه باقصاء نادي السبورتنج بطل افريقيا من بطوله الدوري. شايف اللقاء ده النهارده ازاي يا كابتن؟ طبعا لقاء فاينل، والفاينل بيبقى له يعني ظروف خاصه. الاهلي متعود على الفاينل كل السنين اللي فاتت بيكسب او بيخسر، بس دايما كان الفاينل مع سبورتنج فريق بنفس المينتاليتي او بنفس الروح بتاعه الفاينل. فريق الجزيره السنه دي فجر مفاجاتين، ودي انا رساله بحييهم، بحيي مجلس اداره نادي الجزيره واللاعبات والجهاز. فريق وجد استقرار، فريق يمكن ما عندوش التخم او النجوم الكتير قوي اللي موجوده في الاهلي، لكن الاستقرار والتوازن والروح خلاهم يقدروا يكسبوا سبورتنج في بطولتين ويوصلوا للنهائي. طبعا الفروقات الفنيه لصالح الاهلي كتير، لكن الجزيره ما عندوش ما يبكي عليه او ما يخسره، فهيلعب باعصاب مرتاحه. انا ما اعرفش الاجنبيه لعيبه مؤثره جدا مهمه جدا في صفوف فريق الجزيره، هل هتلعب او لا؟ كنا سامعين اخبار سافرت. لو سافرت هيبقى الضغوط اتشالت اكتر من الجزيره، واعتقد ان هم ممكن يلعبوا مباراه جيده. شرف ليهم ان هم يوصلوا فاينل في بطولتين في دوري قوي زي دوري السيدات. شرف ليهم ان هم بيلعبوا ضد الاهلي بكم النجوم اللي موجوده، وده يخليهم يلعبوا باعصاب مرتاحه، ممكن يعملوا مباراه جيده. الاهلي ما عندوش غير حاجه واحده، انه يكسب في ظل الدعم اللي المجلس الاداره المحترم قدمه للجهاز الفني، والجهاز الفني المحترم اللي على اعلى مستوى، واللاعبات اللي هم في وجهه نظري افضل لاعبات في مصر موجوده في النادي الاهلي، فما فيش قدامه غير انه يكسب. واعتقد ان الموضوع مش صعب على الاهلي لو لعب بالحد الادنى من المستوى الطبيعي بتاع الفريق. اشكرك يا كابتن. كابتن ميشو، شايف النهارده اللقاء ازاي في ظل انه نادي الجزيره اكيد لما يعني
كان السبب في اقصاء سبورتنج من الكاس كانت مباراه واحده، ولكن لما لعبوا في قبل النهائي لعبوا ثلاث مباريات وفازوا مباراتين. اذا الموضوع مش صدفه، فهنا ده بيوري ان نادي الجزيره فريق محترم. شايف مباراه النهارده ازاي؟ بص، عشان يعني فرقه الجزيره الاول عمل حاجه حلوه قوي، انك انت غير خريطه، انا وجهه نظري غير خريطه كره السله النسائيه. احنا دايما متعودين ان اغلبيه النهائي بيبقى اهلي وسبورتنج. صحيح. النهارده ان كون ان الجزيره يوصل للحته دي فهو غير، فدي اول حاجه شابوه نادي الجزيره ان هو وصل للمرحله دي، لازم نديله حقه. لو بصينا النهارده الموضوع مش صدفه كابتن هيثم زي ما انت بتقول، والدليل ان هو وصل برده معاه فاينل الكاس. صحيح. كون ان هو وصل فاينل الكاس فده اكيد في شغل، في لعيبه مجتهده، في جهاز فني شغال صح، في مجلس اداره واقف ورا الفرقه ان هو يوصل، لان هي كلها مرتبطه ببعض، هي كلها بتبقى لازم يبقى يعني في كوميونيكيشن، في استمراريه او في اتصال ما بين اللعيبه مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره. فكون ان هم يوصلوا لهذه المرحله فدي انا بالنسبه لي دي بطوله، خلينا نتكلم بصراحه، دي بالنسبه لهم بطوله. زي ما احنا اتكلمنا، لو اتكلمنا على النادي سبورتنج، نادي سبورتنج بطل افريقيا، فرقه راحت في ظروف برضو كانت صعبه بالنسبه لمجلس الاداره وسافروا وقدروا ان هم يعملوا نفس الكلام. لو هنرجع مع فرقه سموحه يمكن مع الكابتن عماد محمود، لو هنتكلم بالارقام الفرقه دي ما تروحش ما توصلش لحته انها فاينل، وصلوا في البطولة العربية. فالنهاردة وكان الخسارة من نادي بيروت تقريبا فرق 2 أو 3 بونت بالظبط. فأنت النهاردة التغيير الخريطة اللي أنا بقول لك عليها، النهاردة ما بقاش فيه فرقة أو فرقتين، لا النهاردة نقدر نقول أهلي توب لأن وضعه الطبيعي بحكم اللعيبة اللي عنده، المستويات اللي عنده، جهاز فني محترم، في دعم من مجلس إدارة، ده النادي الأهلي. نفس الكلام نادي الجزيرة إن هو يوصل للمرحلة دي فدي برضو وصل عمل عمليه انجاز وده بالنسبه له بطوله. زي ما قلنا سبورتنج انه خد بطوله افريقيا، زي ما قلنا سموحه النهارده انت بتتكلم على اربع فرق في الدوري المصري، فدي حاجه ده تغيير ما كانش الكلام ده موجود. فرقه الجزيره انا شايف النهارده واصله عامله النتائج بتاعتها مقارنه مع فريق النادي الاهلي في جاب، يعني جاب من ناحيه صالح النادي الاهلي طبعا طبعا. والدليل لما هترجع بطوله القاهره هو كسبان، اتقابل معاه في السوبر لعب معاه الماتشين وكسبان الماتشين، الكاس. ولكن النهارده الجزيره وصل لفاينل، انت بتتكلم فرقه فاينل. طب النهارده فاينل دوري، الفاينل ده برده ليه حسابات ثانيه، ما حدش يقدر يقول الصالح للنادي الاهلي بس ايه اللي ممكن يحصل، دي حاجه برده بتاعت ربنا. بس النهارده فرقه بتلعب معاك في النهائي. بس اذا انت حضرتك شايف يا كابتن ميشو انه الكفة تميل للنادي الاهلي في اللقاء، متفق مع كابتن عماد محمود. طب خلينا نشوف راي كابتن سلعاوي. كابتن سلعاوي رايك النهارده، هل انت شايف المباراه هتمشي زي مباراه الكاس الفاينل؟ هل هتمشي زي مباراه بطوله القاهره؟ هل هتمشي زي الدور التمهيدي؟ ولا النهارده زي ما قال كابتن عماد محمود الجزيره ما عندوش حاجه يبكي عليها، فدي بيتحرر من الضغوط، فممكن نشوف مباراه تبقى صعبه على النادي الاهلي؟ انا شايف ان المباراه ليست سهله على النادي الاهلي، ويزيد صعوبتها عدم وجود الاجنبيه في مباراه سبورتنج. برضو الاجنبيه لعبت وقت قليل وقدر الجزيره يكسب سبورتنج بفارق كبير. لكن هناك فوارق بين لاعبي الاهلي ولاعبي الجزيره. نادي الجزيره يمتلك جهاز فني على مستوى عالي ويمتلك لعيبه ولديهم ولديهم دعم كده، لكن هناك فوارق. لكن هي المشكله مشكله الضغوط. اعتقد ان الاهلي يكون اكثر ضغوط عليه من نادي الجزيره. نادي الجزيره وصل اللي هو ما يريد، ودي اخطر ما في المباراه، انك تلعب يعني فرقه بتلعب بلا ضغوط وان هي عملت الانجاز بتاعها خلاص وصلت. بس اتصور يا كابتن لو المحترفه اللي في نادي الاتحاد نادي الجزيره ما لعبتش النهارده، لا ده هيقلل كتير من قوتهم. بس خلينا نروح لارض الملعب زي ما عودناكم من صاله الشباب والرياضه ومراسلنا محمد توفيق عشان نقل لحضراتكم اجواء ما قبل اللقاء واخر تحديث لتشكيل الفريقين. اتفضل يا توفيق. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو، كابتن محمد سلعاوي، كابتن طاهر رجب، نجوم نادي الاتحاد بالطبع، كابتن عماد محمود وكابتن امام عبد البديع، وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي او استوديو الابطال ومباراه الاهلي والجزيره في نهائي كاس السوبر للسيدات 2022-2023 في تكرار لنفس نهائي كاس مصر في نفس الموسم يا كابتن هيثم، واللي اقيمت على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وانتهت الحمد لله بفوز النادي الاهلي. باذن الله يبقى فيها الخير، وبرضه يبقى فوز النادي الاهلي هو المحصله النهائيه لسلسله بيست اوف فايف او نهائي دوري السوبر للسيدات.
باذن الله رب العالمين الاهلي يتوج عقب انتهاء السلسله باذن الله. يمكن اجواء اكثر من رائعه داخل صالة الشباب والرياضة هنا في مدينة الثالث من أكتوبر، أجواء رائعة ما بين الفريقين وكمان لجنة المسابقات والاتحاد المصري لكرة السلة، يمكن إعداد أكثر من رائع للصالة وإقامة المباراة النهاردة في أجواء أكثر من رائعة، ولكن للأسف إن المباراة هتكون بدون جمهور كابتن هيثم. ولكن طبعا الجديد في المباراة النهاردة اللي هيتم فيها يعني تطبيق تقنية الـ IRS أو النظام الإعادة الفورية لمساعدة طبعا طاقم التحكيم في الحالات الجدلية. يمكن كمان خلينا أقول لك على طاقم التحكيم النهاردة، كابتن أحمد الجزار، كابتن ريم الشيمي، وكابتن أيمن عوض. وزي ما قلت واكدت ان المباراه النهارده بتقام بدون جمهور. طبعا على اطار استعداد الفريقين يا كابتن هيثم، يمكن الفريقين زي ما قلت لحضرتك التقوا يعني منذ اقل من شهر في مسابقه كاس مصر في المباراه النهائيه، والفوز كان من نصيب النادي الاهلي. يمكن فريق النادي الاهلي بعد الانتهاء من مباراه دور قبل النهائي والتفوق على فريق سموحه، يمكن الفريق اخذ يوم واحد بس اجازه بعد عودته للقاهره، والفريق بقاله اربع ايام يا كابتن هيثم بيتدرب هنا على نفس الصاله وعلى الارضيه نفس الصاله هنا في مدينه الثالث من اكتوبر. اتكلمت مع كابتن طارق خيري قال طبعا مباراه مهمه، اي نعم متفوقين طول الموسم على الجزيره وخاصه في مباراه الكاس، ولكن تبقى المباراه في الملعب. الحمد لله احنا فريقنا احسن في استعدادات احسن، عدد اللاعبين كمان الاساسيين بقى كويس، ما فيش اصابات الحمد لله في الفريق. يمكن بس الغياب الوحيد يا كابتن هيثم عن قائمه النادي الاهلي هي جنى الالفي اللي موجوده مع الفريق بتسانده بشكل معنوي فقط، طبعا لان الجامعه التابعه ليها في امريكا هي اللي منعت جنى من ممارسه اللعبه في اي بطولات خارج نشاط الجامعه، يمكن دوت سبب غيابها عن فريق النادي الاهلي. على الجانب الاخر نادي الجزيره، اتكلمت مع كابتن عمرو عاصم المدير الفني للفريق، قال لي بالطبع يعني تارجت اكثر من رائع، احنا حققنا الهدف المرجو ان احنا في اول سنه بهذه المجموعه من اللاعبين الخبرات وعلى كبير جدا من الناشئين ان احنا نوصل نهائي الكاس وكمان نوصل نهائي الدوري ونتفوق على سبورتنج، فده مجهود رائع وان شاء الله اتمنى للاعبتي التوفيق يحالفهم في مباراه كبيره امام النادي الاهلي، فريق كبير طبعا. يعني قال لي بنفس التعبير كابتن هيثم انا تقريبا بلعب قدام منتخب مصر مش النادي الاهلي بس، لا معظم العناصر بتاعته بتلعب في منتخب مصر. طبعا ابرز غياب زي ما حضرتك بتتكلم قبل الهوا هو غياب المحترفه الامريكيه عن نادي الجزيره نظرا لانتهاء تعاقدها، يمكن غياب المحترفه ديستني بيتس المحترفه الامريكيه في صفوف نادي سبورتنج بتغيب عن المباراه النهارده، خلاص تعاقدها خلص ورجعت امريكا مره اخرى. بالطبع كمان فريق اسبوع يعني الجزيره استعد بشكل كبير جدا، يمكن بعد العوده من اسكندريه ورجع متاخر عن النادي الاهلي لانه لعب مباراه فاصله كابتن هيثم، فتدربوا بس لمده يومين، يوم الاثنين كان في نادي الجزيره ويوم الثلاثاء الامس كان التدريب الاخير ليهم هنا على صاله الشباب والرياضه بمدينه السادس من اكتوبر. زي ما قلت لحضرتك اجواء اكثر من رائعه، مهيئه ان احنا نشوف باذن الله نهائي دوري قوي جدا، وباذن الله ينتهي كالعاده بتفوق وفوز النادي الاهلي وتحقيق بطوله جديده تضاف لبطولات النادي الاهلي ودولاب بطولات النادي الاهلي. دي كانت كل اجواء هنا كابتن هيثم، الكلمه لحضرتك اتفضل. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شفتوا ونقل لنا الصوره محمد توفيق، الاتحاد المصري فرش الارضيه الباركيه لان الملعب ده ارضيته مش باركيه، الملعب ده ارضيته يعني كريفليكس، ولكن الاتحاد السله يملك ملعبين من ايام كاس العالم 2017 للشباب، ملعبين بيكونوا باركيه وهو فرش واحد منهم، فده طبعا بيبقى في كره السله الباركيه زي ما شفتوا في الباسكت بول افريكان ليج، الحقيقه بيكون الملعب الباركيه كمان احلى وبيخلي اللعيبه تبدع بشكل كبير. وتاكد كمان محمد توفيق اللي بشكره اكد لنا المعلومه وهي غياب اللاعبة المحترفة الأمريكية من نادي الجزيرة، وأتصور يعني وجهة نظر إنه نادي الجزيرة يعني كان ممكن يقعدها أكتر، ولكن دي معناه كده إنه ممكن يكون راتب شهر في الوقت اللي يعني حظوظه يفوز مع النادي الأهلي مش هتبقى كبيرة، فبتهيألي ممكن يكون مجلس إدارة نادي الجزيرة فضل يعني خلاص عدم التجديد لها شهر. رأيك يا كابتن سلام؟ بتهيألي هو ده اللي حصل، إن نادي الجزيرة ممكن شاف إنه هيجدد لها تقعد ثلاث اربع ايام يبقى دخل في شهر زياده وهو مش ضامن يفوز على النادي الاهلي. لا هو اعتقد ان اللي حصل ان هو حصل حجز الكلام ده بدليل نادي الجزيره رفع شكوى للاتحاد المصري ورفع شكوى للاتحاد الدولي. يعني عكس ده اللي عكس ده 100% اللي حصل، هم يعني كانوا عايزينها تقعد. كانوا عايزينها تقعد. فهو غن ان نادي الجزيره يرفع شكوى للاتحاد المصري والاتحاد الدولي. ايه شكوى بايه؟ ان هي سافرت. لا انها سافرت. يعني هي سافرت من غير ما عدها يخلص. مستغرب دي شويه، بس هي ممكن يكون فعلا سافرت قبل عدم يخلص، عندها التزام مثلا في الوقت او مرتبطه بعقد في حته تانية او مرتبطه ممكن. ما كملتش العقد ما كملتش. ف لكن اعتقد برضه عشان نبقى يعني في الامر الواقع اللي موجود قدامنا ان فريق الجزيره فريق كويس، فريق يقدر يعمل جيم كويس قدام النادي الاهلي. زي ما قلنا في فوارق بين الفرقتين، لكن اعتقد ان يعني الباسكت ما بيعرفش اسماء. صحيح يا كابتن، وطول عمرنا متعودين كده الاداء وال في الملعب هو الفاصل بين المكسب بين كابتن طاهر يهمني اسمع راي حضرتك. هو طبعا بعد ما وصل لنا الخبر بان اللعيبه المحترفه بتاعه خارج التشكيل الجزيره مش موجوده،
وفي نفس الوقت كانت اللعيبه المحترفه بتاعت النادي الاهلي كانت مصابه وما شاركتش في السيمي فاينل انما بتسخن دلوقتي. يعني انا متوقع ان المساله يعني شبه محسومه للنادي الاهلي لفرق مستوى، مع ان نادي الجزيره عامل سيزون كويس قوي ومستوى كويس قوي، وده يبقى حي فيها لكابتن عمرو عاصم، يعني عامل شغل كويس بدليل ان هو وصل فاينل في الكاس ووصل فاينل الدوري، فيعتبر ده شغل كويس. وبحيي طبعا اللعيبه، وانا يعني اعتقد ان هيبقى في لحد ما مستوى كويس من الجزيره، يعني هنشوف باسكت بس طبعا في الاخر هنبقى الغالب النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك. يعني ارجح والحاجات دي كمان انا بتوقعها ان هو عمل ماتشات كويسه مع سبورتنج، ف يعني هيبقى الى حد ما هيدينا باسكت كويس، بس في الاخر الاهلي كفيته ارجح ولسه قدامنا يعني اربع ماتشات، لان الموضوع كمان بيست اوف فايف، يعني ما بيبقاش ماتش بيست اوف 3 بيست اوف 5، يعني ثلاث ماتشات ان شاء الله نتمناهم اول ثلاث ماتشات. هو الجزيره لو كان جيم واحد كنا نقدر نقلق، لكن ده الجيمات صعب ان هو بس ده كل ابدا نادي الجزيره عمل موسم رائع، موسم رائع يوصل فاينل كاس وفاينل. طيب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين، كابتن عماد استاذن حضرتك، قائمه الجهاز الفني للنادي الاهلي نستعرضها مع الساده المشاهدين، اتفضل يا كابتن. طبعا مدير فني كابتن طارق خيري، مدرب عام كابتن كريم محمد، مدرب كابتن علياء محمود، مدير اداري كابتن ماجد فوزي، اداريه مشير عبد العليم، خط احمال اكرم عادل، محلل تقني محمد اكرم، دكتوره مروه حسيني طبيبه الفريق، دكتور ياسمين محمد اخصائيه العلاج الطبيعي، دكتور مي القاضي اخصائيه نفسيه. اشكرك كابتن عماد. كابتن ميشو قائمه سله سيدات الاهلي من اللاعبات، اتفضل يا كابتن. الامريكانيه شيكلي رقم واحد، ميرال اشرف رقم اربعه، نادين السلاوي رقم سبعه، ثريا محمد رقم ثمانيه، ندى نافع رقم تسعه، دينا عمرو رقم 10، رضوى محمد رقم 12، فريده وائل رقم 14، رنيم الجداوي 15، نهى شتاء 23، حبيبه محمد بيكو 40، يارا اسامه 44. ده كان تشكيل النادي الاهلي. استاذنك كابتن ميشو نقوله ثاني لانه اتعرض على الساده المشاهدين ثاني، معلش يا كابتن ميشو. الامريكانيه شيكيلي ميرال رقم اشرف، واحد ميرال اشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، نهى شتا، حبيبه محمد، بيكو، يارا اسامه. اشكرك كابتن ميشو. كابتن سلعاوي نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لسله سادات نادي الجزيره، صاحب الحقيقه الانجاز الكبير اللي حققه بالوصول للفاينل الكاس والدوري بعد اقصاء نادي الجزيره نادي سبورتنج من البطوله. طيب اتفضل يا كابتن. كابتن عمرو عاصم مدير فني، مصطفى سيد مدرب عام، نهال سعد الدين مدرب مساعد، هيثم ممدوح مدير اداري، فريد سمير مخطط احمال، الدكتور عبد الغني محمد علاج طبيعي، وعلي عبد الباري اخصائي. اشكرك يا كابتن. كابتن طاهر يمكن محتاجين ايضا نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه سيدات نادي الجزيره، اتفضل يا كابتن. قائمه سيدات ولاعبات نادي الجزيره، ياسمين محمد حلمي، رضوى سالم احمد، كريمان محمد صلاح، رنا علاء الدين علي، آية خالد إبراهيم، فاطمة هاني عبد الله، حبيبة حاتم إبراهيم، المحترفة طبعا مش هتلعب بس هم ذاكرين اسمها ديسني، المحترفة ديسني بيتس بس ما اعتقدش ان هي لا مش هتلعب. جانا وائل الشامي، ملك حاتم محمد، ليلى حازم فؤاد، فرح هشام محمود، هلا تامر حامد، كنزي احمد محمد، جنى اشرف سعد. طبعا هم هيختاروا اكيد دول 15 لعيبه، اختار 12. وخلينا اقول لحضراتكم ان
قائمه زي ما عودناكم من ارض الملعب، بنجيب لكم التشكيل من واقع السكور شيت. خلينا استعرضه مع حضراتكم. فيها خمسه من ناشئ النادي الاهلي. طيب خلينا يا كابتن ولو حضراتكم تسجلوا ورايا كده قائمه الفريقين. هبتدي بالنادي الاهلي. شيكيلي اللعيبه المحترفه، مرال اشرف، نادين محمد سيد او نادين طبعا السلعاوي، في ثريا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، نهى اسامه، وحبيبه محمد، ويارا اسامه، وطبعا الجهاز الفني كابتن طارق خيري والكابتن علياء. نروح لفريق نادي الجزيره. كنزي احمد، ايه خالد، جنى وائل، حبيبه حاتم، ليلى حازم، كريمان محمد، فاطمه هاني، رضوى سالم، رنا علاء، تمارا نادر السيد، جنى اشرف، فرح هشام، وطبعا الجهاز الفني كابتن عمرو عاصم وكابتن مصطفى سيد ده المساعد او المدرب العام. ده كان التشكيل او تشكيل الفريقين. طيب الحكام زي ما قلنا قالوا، يعني قال طاقم التحكيم زميلي العزيز محمد توفيق، طبعا حكم اول احمد الجزار وايمن عوض وريم شيمي، مش ايمن عوض، ريم شيمي هي هتبقى في الملعب كحكم ثالث. طيب طيب ومسجل كابتن كريم سيد، ومسجل ومراقب المباراه الحكم الدولي الكبير كابتن محمد جلال. انا شايف ان خلاص طالما بدانا صوره التذكاريه فاحنا لحظات وهتنطلق المباراه. اخد توقعات ضيوفي قبل ما نروح لارض الملعب. كابتن عماد، توقعات سيادتك لمباراه اليوم؟ لو بنسب يعني اقول 70% 30% لصالح الاهلي. تمام، اتفضل يا كابتن مشو. في المباراه الاولى انا هقلل النسبه عشان اول مباراه دي هتبقى العمليه بالنسبه لنادي الجزيره، لان نادي الجزيره لو بدا يخسر هيبدا العد التنازلي، يعني الجيم الثاني غير الثالث، فالعمليه فالاولاني هيبقى صعبه، فعشان كده هقلل يعني النسبه يعني هتبقى 65 35 يعني. تمام. ده كده يعني احسن حاله هيوصل لها الجزيره. كابتن سلاوي؟ لا انا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي يكسب، واتوقع النسبه لا تقل زي كابتن عماد قال 70 30. كابتن طاهر؟ 70% ده يعني مينيمو، ممكن اكتر من 70% كنسبه لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي. خلينا دي توقعاتكم، بس خلينا اوضح للساده المشاهدين ان المباراه النهارده ستشهد وجود الاي ار اس او الفار بتاع السله، يعني عشان بس ايه الناس كلها حافظه الفار، فهو الاي ار اس بس السله. دي حاجه هيبقى موجود في مباراه السيدات ومباراه الرجال. الحاجه الثانيه ان اتحاد السله مشكورا حط ارضيه الباركيه، فالنهارده احنا عندنا الصاله مجهزه كانك بتلعب بالظبط في مجمع الدكتور حسن مصطفى، ما فيش اختلاف لانه الباركيه موجود. نعم الباركيه موجود والاي ار اس موجود، فاذا الموضوع بقى يعني ان شاء الله تسهل جدا على الحكام، خاصه انه هيكون التحكيم مباراه الرجال طاقم تحكيم اجنبي، ولما نيجي لتحليل فني تحليل مباراه الاهلي والاتحاد هنقول لحضراتكم طاقم التحكيم جاي منين ووصل امتى وكل التفاصيل. بس خليني اقول لحضراتكم اسماء يعني حكام الطاوله: كريم سيد، ساره شبراوي، مها الانور، محمد حسام سوكا، والاي ار اس عليه محمد يحيى زكريا. ده طاقم التحكيم على الطاوله. انتوا عارفين حضراتكم انه في كره السله او كره اليد بيكون في حكام في ارض الملعب وحكام ايضا على الطاوله. خلاص لحظات بتهيألي وتنطلق المباراه، احنا جاهزين نروح يا جماعه مش كده؟ طيب خلينا نروح لمعلقنا الدكتور وائل ابو العزم عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه من المباراه الاولى في سلسله مباريات نهائي كاس السوبر سيدات موسم 22 او 22 23 والتي تقام على صاله الشباب والرياضه. فالى هناك. شكرا معلقنا الدكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت احداث الفتره الثانيه الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي 49-31. الحقيقه في مباراه يمكن في الاول شهدت جذب وشد، ولكن من منتصف الشوط الاول ظهر التفوق الاهلاوي حتى انهاها النادي الاهلي لصالحه بفارق 18 نقطه 49-31. ارجع لضيوفنا النورين في الاستوديو. كابتن عماد، اكيد عند حضرتك ما يعني تقوله عن الفتره الاولى والثانيه. طبعا زي ما كنا متوقعين، الفرصه للاهلي واضحه جدا ان هو ممكن يحسم اللقاء. الجزيره ابتدى الكوارتر الاولاني ند قوي ويحترم الشغل اللي عملوه، لعبوا زون ديفنس ودي امكانياتهم ودي تفكير صح جدا من كابتن عمرو عاصم. الاهلي ضد الزون ديفنس ما كانش جاهز
كان بيلعب باتنين طوال رنيم وشاي كيلي، ورغم الاتنين طوال ما كانش بيلعب في الانسايد، كان بيلعب فاتح الملعب خمس لعيبه بره، فدي ما قدرش يضرب الزون ديفنس اللي عمله جزيره، الا لما كان بيلعب مان تو مان في اول المباراه واستطاع ان هو يعمل ستيل كتير ويطلع فاست بريك، فبقى ده السكور السهل ووصل السكور ل 16 8 لصالح الاهلي. بعدها كابتن عمرو عاصم اخذ تايم اوت. هنا كابتن طارق خيري قلب الديفنس بتاعه للزون ديفنس بعد ما كان مان تو مان وكان الاهلي هيفتح. بعدها ابتدى الماتش يرجع تاني في الزون ديفنس، الجزيره لقت زي ما بنقول اتنفسوا وعرفوا يشوتوا من بره، كان في توفيق من فاطمه هاني، في توفيق من ايه الفقي وحبيبه حاتم شاطوا، ورضوى حاولت تشوت، فكان الزون في فرصه للجزيره انه ايه يرجع باللقاء، وفعلا رجعوا لغايه 22-22 والاهلي خلص الشوط بفارق باسكت 24 الكوارتر الاولاني 24-22. طبعا الكوارتر الاولاني اعتبر الجزيره عملت كوارتر رائع ضد الاهلي. طبعا البنش بتاع الجزيره مش زي البنش بتاع الاهلي، الورق والحلول والورق كتير او اللاعبات اللي موجوده في الاهلي، فده الكابتن طارق خيري ابتدى بالكوارتر الثاني ابتدى يغير في تشكيل اللاعبين، لما نزلت فريده وائل، لما نزلت يارا، لما نزلت في الاول شيكلي طلعها وبعدين نزلها، ولما نزلت حبيبه بيكو، ابتدى الاهلي يرجع للمباراه بالعدد والديفنسات البريشر اللي هي المان تو مان الاقوى، وده ادى تاني فرصه للفاست بريك، فالاهلي هنا ابتدى يعلى بالسكور. وطبعا الكوارتر الثاني كانت شاكيلي متالقه جدا، بتلم ريباوند اول ذا واي، بتطلع من اول الملعب لاخر الملعب بتحط سكور في ظل طبعا ما فيش الامكانيات دي موجوده في الجزيره، مع ميرال اللي كانت بتحاول في الدخول كتير قوي، مع اللعب السريع اللي في الاهلي خلى السكور يفرق ل 16 بونت الكوارتر الثاني مع الاثنين بونت بتوع الكوارتر الاولاني 18 بونت. اعتقد ان الريتم هيفضل بسبب العدد اللي في الاهلي والامكانيات، ومحسومه الى حد كبير. كابتن ميشو تتفق مع كابتن عماد؟ طبعا اتفق معاه، ويمكن لما في بدايه كلامنا لما اتكلمنا انا قلت لك ان الموضوع ده هيبقى تدريجي. انا شايف اللي حصل في الكوارتر الاول والثاني دي الصوره، دي صوره مصغره للمباريات اللي جايه، هتبقى بنفس الصوره نفس الشكل، بس دي على صوره مصغره اللي هيحصل. انا قلت لك ان نادي الجزيره هيبقى البدايه بتاعته هتبقى قويه، وبالفعل بدا ان هو عمل البدايه قويه، يمكن في بدايه الجيم كان ماشي لا هيبقى صعب. احنا خلينا نتكلم يعني فنيا في فرق، ما هو في فرق يعني في جاب فنيا ما بين ما بين طبعا مش هيقدر اربع اشواط خالص. هو النهارده بدا ماشي في بدايه الجيم لحد ما كان ماشي 9 8 للنادي الاهلي، لما جم بعد كده النادي الاهلي بدا هو التفوق اللي حصل للنادي الاهلي، كان ممكن متهيألي كان ممكن النادي الاهلي يبدا في التفوق ده لما وصل 16 8. يمكن جه كابتن طارق بيحب يغير مع تغيير برضو اللاعبين، مع تغيير نوع الديفنس. فرقه الجزيره عندها قله الحلول في حته المان تو مان شويه، وغياب المحترف السكورر بتاعهم واحد النهارده طبعا اكيد اكتر. خلينا نقول نبقى حقانيين ونبقى طبعا لازم متفوق لازم فعلا، ولكن برضه مع غياب المحترف كان ممكن يكون حال نادي الجزيره افضل شويه وافضل كثيرا، وده اللي حصل وعشان كده البدايه بتاعته كانت قويه شويه. الجزيره عنده حلول اكتر في حته الزون ديفنس اكتر من المان تو مان. الاهلي لما بدا يلعب مان تو مان، لما جه قلب بعد كده، لما اللي خلى رجع النادي الجزيره من فتره من ال 16 ل 8 ان يخلص الكوارتر 22-24 حته ان النادي الاهلي في الفتره دي كان بيلعب زون. لما جه النادي الاهلي في الفتره الثالثه في الفتره الثانيه من البدايه واضح ان حتى في اول خمس دقائق، لو بصينا في اول خمس دقائق الجزيره ما حطش بونت في اول بس خمس، ما جاش في كتير ما جاش في كتير يعني، بس يعني ما جابش بونت بس دخل فيه 3 4 يعني، قصدي اقول لك كان دفاعيا في اتزان وهجوميا في اتزان بس ما عنده مشكله في الاوفنس. ما هو الجزيره ما بيجيبش والدليل ان هو الكوارتر الثاني خلصان 25-9 يعني الكوارتر الثاني خلص 25 يعني 16 نقطه مع الباسكت الاولاني بقى 18 بونت الاهلي بالظبط. هو الاهلي جايب 24 بونت اوفنس اوكي، الكوارتر الثاني جايب 25 اوكي، يعني المعادله بتاعته في الاوفنس ثابته،
انما الجزيره لا مش ثابته. الجزيره جايب 22 بونت في الكره لا 9. يبقى الغيوب الهجوم او الحلول الهجوميه قلت وقوه الدفاع للنادي الاهلي ان بدا يلعب لعب المان تو مان. فالمان تو مان الجزيره عنده مشكله في المان تو مان. الجزيره الحاجه الوحيد الجزء اللي رجع فيه لما النادي الاهلي بدا يلعب زون ديفنس هو اللي خلى 24 22 بالنسبه. اشكرك يا كابتن ميشو تحليل جيد. كابتن سلعاوي شايف الدنيا ازاي الشوط الاول والثاني؟ هل هنستمر كده؟ هل نادي الجزيره ممكن يعمل كامباك؟ لا اعتقد ان نادي الجزيره يقدر يعمل كامباك صعب شويه. هو المباراه كما توقعناها يعني كاستوديو تحليلي وتقريبا الاراء متفقه كلها، لكن انا عايز اقول ان الشوط الاولاني يعني نادي الجزيره بيلعب لعب جماعي افضل من النادي الاهلي هجوميا ودفاعيا شويه. لا انا عايز اقف عند دي شويه يا كابتن. حضرتك شايف ان نادي الجزيره بيلعب جماعي افضل من النادي الاهلي بس النادي الاهلي بقى بالتالي عنده حلول فرديه اعلى. لكن الحلول والاوراق اللي عند نادي الاهلي اكتر من عند نادي الجزيره، فقدرت تاثر. التغييرات كانت كلها مؤثره وكلها كانت ادت الى ان احنا نشوف مباراه في غير الشوط الاولاني. نعم ادي حاجه. تاني حاجه فريق الجزيره غياب المحترفه الامريكيه عنه اثر فيه، لان انا طبعا واحده ورقه من اوراقي كانت بتحط زي ما الكابتن ميشو قال مينيمم 15 20 نقطه طول الموسم واجي في النهايات ما لهاش، فده ممكن ده عمل دروب طبعا. بس خليني اقول لك برضه عشان نبقى فير انف يا كابتن، احنا لعبنا الجزيره بالمحترف في نهائي الكاس بس كانت بتحط السكور اللي انت بتقول عليه. ما فرقش قوي برضه، ما فرقش بس كانت كده معلش كانت بتحط نفس السكور فتشال من رصيد نادي الجزيره قل يعني الرصيد بتاعها، فوضع طبيعي نطلع شويه. واعتقد ان البدني برضه عند نادي الجزيره مش هيسعفها الثلاث مباريات، لان بدليل ان شيل كيري بتاخد الكره من الباسكت تعمل دريبل 28 متر اعلى طبعا وكده. لكن اعتقد ان نادي الجزيره قدم مباراه جيده لغايه دلوقتي في الشوطين. النادي الاهلي اعتقد الشوط الثالث والرابع هيكون احسن وافضل منه اكيد ان شاء الله. كابتن طاهر لو حضرتك مكان كل المديرين الفنيين، لو انت مكان دكتور عمرو عاصم هتعمل ايه؟ لو مكان كابتن طارق خير هتعمل ايه؟ يعني انت النهارده في سيتويشن متاخر 18 بونت هتعمل ايه؟ وانت كسب 18 بونت هتعمل ايه؟ هو انا يعني لو مكان الاثنين المديرين الفنيين، انا بالنسبه للجزيره اعتقد ان هو طريقه الدفاع بتاعته الزون دي هي افضل الحلول. حتى لو السكور ما هو الزون ده مش هيساعدك تعوض، ما هو يعني برضو ولا ترضى بالنتيجه وتلعب زون ولا تضغط يعني 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 اقل الحلول ان هو يقدر يعمل. مش هيقدر ينافس فرقه زي ما قال الكابتن عماد ان عنده بنش الاهلي، فمش هيقدر يجاري عشان يعمل بريس تمام. او يلعب مان تو مان الموضوع، انما هو بياخد الموضوع عشان كمان في نقطه قوه عند النادي الاهلي ان عنده تحت الباسكت رنيم. طب ما هو عنده برضه مصوبين يا كابتن يعني عندك طريقه بتشوت عندك حتى شيكلي سنتر بتشوت، يعني انت برضه لعبت زون انت فريسك. انا يعني كان في مبدا انا بفكر معاك يا كابتن طاهر. لا صح من حقك. اللي بتكلم على اساس ان كان في مبدا زمان بيقول لك ان انت لو شطت 10 كور من تحت الحلقه ممكن تجيب 9 انما لو شطت 10 من بره فالاحتمالات ده 4 يبقى الماكسيمم. يعني بقى لو انت يومك الوحش وشطت 10 مره تجيب 8 انا بفضل امن نفسي مثلا انا بهزر معاك. انا بتكلم على هذا الاساس زون على اساس ان اعتقد المباراه اللي سامحه بكده لكن لو هي اللي لو كان لك طيب كابتن عمرو هتلعب زون كابتن طارق خيري. كابتن طارق خيري انا اعتقد المان هو افضل حاجه ودي وضحت لما لعب زون الجزيره رجع تاني وبقى الفرق باسكت، وده طبعا حاجه ما توحيش بسير المباراه مستقبلا. لا باسكت دي بدليل ان هو وصل الفرق تقريبا 19 بونت ورجع تاني. طب من وجهه نظر حضرتك ليه لما الاهلي لعب زون ما عملش الفرق؟ ليه السبب؟ بالرغم ان انت عندك انسايد كويس، عندك ريباوند تقدر تاخده، عندك فاست بريك جاردات بتجري، هو ليه ما عملناش الفرق؟ هو نفس الحاجه اللي احنا اتكلمنا عليها ان هو ما عندوش تحت الحلقه طوال في الجزيره. طب ما ده خلينا فتحت فرصه ان هم مثلا يشوطوا 3 بونت، جابوا كورتين
ففتحوا عليهم شويه بقى البنتريشن اسهل يوصلوا المربع. ده شيء. الشيء الثاني بقى اللي كنت عايز انوه عليه ان دي لعبه جماعيه. التيم ورك في الاوفنس والديفنس الاهلي محتاج يركز فيه. يعني في لما احنا بنتكلم في التيم ورك في الزون اكتر ولا في المان اكتر؟ يعني لحد ما الزون اكتر عشان تقدر تخلخل بعض يعني الخمسه منطقه تخلخل الدفاع بالظبط. وزائد انك انت في الاوفنس برضك لازم تبقى في حاجه اسمها تيم ورك. ما يعني ما يبقاش انت متفق مع كابتن السلاوي في فرديه الاهلي اقل في فرديه شويه في الاهلي. لو في شويه تيم ورك التركيز على التيم ورك في الاهلي هيطلع السكور في الاوفنس وفي الديفنس. انا شايف ان الافضل تلعب مان. يعني مان انت امكانياتك هتبقى توقف عادي جدا وتضغط ومفيش مشكله وعندك هتبقى وكمان انت ممكن تلعب مان لان المان بياخد مجهود اكتر. طيب. انما انت عندك بنج فالبنج ده هيساعدك في انك انت تلعب حد 4 دقايق يعمل ديفنس جامد يرجع ياخد غيره. اشكرك يا كابتن طاهر. كلنا متفقين في الاستوديو التحليلي انه ان شاء الله المباراه هتكون في التالت والرابع من نصيب النادي الاهلي او التفوق هيكون النادي الاهلي. ده فنيا يعني احنا شايفين يعني او ضيوفي شايفين ذلك من خلال الاستوديو التحليلي. خلاص لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نطير تاني لصاله الشباب والرياضه في مدينة 6 أكتوبر ومعلقنا الكبير القدير الدكتور وائل أبو العزم لنقل أحداث الفترة الثالثة والرابعة من مباراة جيم 1 في بيست اوف 5 ما بين الأهلي والجزيرة في نهائي دوري السوبر موسم 22-23. فإلى هناك. شكرا معلقنا الدكتور وائل أبو العزم. إذا انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 90-56. مبروك النادي الأهلي، هارد لك نادي الجزيرة. كده النادي الأهلي يضع قدما في المقدمة في كأس السوبر بيست اوف 5. يتبقى مباراتين إن شاء الله يفوز بيهم النادي الأهلي حتى يحصد اللقب. قبل ما نروح طبعا لتفاصيل ويعني التحليل الفني للفترة الثالثة والرابعة نروح لمحمد توفيق مراسلنا من أرض الملعب ولقاءات ما بعد اللقاء. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام. الف مبروك فوز النادي الاهلي على نادي الجزيره وفي جيم 1 بنتيجه زي ما حضرتك قلت 90-56 واداء اكثر من رائع. معانا بعد انتهاء المباراه كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق. كابتن طارق يعني الف مبروك الفوز وكمان في مكاسب كتير من المباراه يعني بجانب الفوز في المباراه. لكن النهارده روتيشن بشكل كبير جدا، كل اللاعبين تقريبا اخذوا وقت كبير في المباراه. كلمنا على المباراه وهل رد على اداء وتقييمك للمباراه بشكل عام. الله يبارك فيك. لا الحمد لله رب العالمين. يعني مش بنقول بنفصل، احنا الاولاد كانوا رجاله، البنش كان روحه عاليه، الناس اللي جوه في الملعب على قد ما قدروا ان هم مركزين ان هم يكسبوا النهارده. الباسكت لعبه انت عارف يعني ممكن تبقى موفق وممكن ما فيش توفيق مع تغييرات كتير. ما بنحسبش السكور شكله عامل ازاي، المهم احنا عندنا انا كطارق بصفه خاصه لما بحس ان الجيم بدا يفتح ببقى خايف على لعيبتي. انا عندي 3 ماتشات فمحتاج ممكن الجيم اللي جاي يأزم، ابقى محتاج رنيم تاخد تايم اكبر، سلعاو يعني الناس اللي بتبقى دايما شايله معاك. انما طالما بنعمل يبقى في فرصه ان احنا نعمل روتيشن على الكل وكل حالته الفنيه نوعا ما عاليه، مفيش ازمات، مفيش دروب كبير، احنا بنمشي في الاتجاه دوت ان احنا تبقى مفيش حد مجهد، محدش يتعور. حتى يارا النهارده سبرين خفيف يعني احتمال ما كناش نلعبها، قلنا كانت ماشيه كويس في اول الجيم فخوفنا، فالدكتور قالت لا ممكن تلعب كملت الكوارتر الرابع. فالحمد لله انا بشكرهم على اللي هم عملوه، يعني حاجه كويس، انا مبسوط. كابتن طارق يعني بحييك على انك بتلعب بسيستم ثابت، يمكن حتى البوينت اللي زي ما بنقول في كل كوارتر انت ماشي بسيستم واحد، اول كوارتر 24 اللي بعده 25 اللي بعده 24، حتى في استقبال تقريبا 3 كوارترات الاولين اللي كان التشكيل فيهم ثابت تقريبا استقبلنا في الكوارتر الثاني والثالث 9 نقط في كل كوارتر. يعني كلمنا عن نظام اللعب اللي انت بتتكلم عليه بتقول لهم ايه؟ لا احنا انا بتاع ميستيك، يعني انا عندي مشكله في شخصيتي ان انا ما بعرفش اقول لرنيم انت جود جوب، بنقولها مره، انما انا دايما شايف الاخطاء، يعني دوري طول ما انا واقف ميستيك الباد هيلب الوان ان وان البوكس اوت، فدايما على مدار الجيم بيجي وقت ان انت في الكوارتر الثاني والثالث تقريبا احنا عاملين جود ديفنس، يعني الجزيره ما خدش راحته قوي انه ياخد اوبشن،
انت يعني حتى اللي بيشوط ما بيشوطش فاضي، حتى وعاملين عليها بعدها ترانزيشن اوفنس. ده دايما توجيهات المدربين من بره على ترانزيشن اوفنس ترانزيشن ديفنس. والتوفيق احنا بقول لك، انا الحمد لله طول ما الجيم بيقدر يمشي والولاد مساعديني وبنعمل روتيشن وكلهم بيشجعوا بعض، لان هم فرقه الحمد لله متماسكين وبيحبوا بعض، فاحنا عاملين جو هم عاملين جو حلو قوي يودي المكسب او يودي للانجاز اللي هم عاملينه. شكرا كابتن طارق، بالتوفيق ان شاء الله في جيم 2 وجيم 3، وباذن الله نحسمها 3-0 باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. مبروك يا نيمو. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم كان مع الكابتن طارق خيري، الف مبروك، هارد لك نادي الجزيره. اروح لضيوفي سريعا فيما يخص مباراه السيدات، لانه زي ما حضراتكم شايفين الرجال بيستعدوا للقاء. كابتن عماد في دقيقة ونص كده، رأي حضرتك في المباراة؟ مبروك نادي الأهلي، فوز طبعا مستحق ومتوقع يعني من ناحيتين. لو هنتكلم باختصار كده على الكوارتر الثالث والرابع، الكوارتر الثالث استمر التقدم للنادي الأهلي بالأداء القوي بتشكيلات لعيبة قوية، خلص بفرق كبير، وصل ل 33 بونت 24-9. برضو كان الديفنس المان تو مان كان مشكلة للجزيرة. في حته واحده بس بأشيد بيها بكابتن عمرو عاصم، ان بعد الاصابه اللي حصلت لرنا علاء والف سلام عليها طبعا، لعب زون اللي هو هاف كورت زون بريس، اللي هو دفاع ضاغط في نص ملعب، ودي اللي يمكن كابتن طاهر رجب كان اشار لها ان هو منطقي انه يلعب زون، بس برضو هو ليه اختار الزون ده في الوقت ده؟ عشان الاهلي ما كانش عنده صانع لعب صريح في الوقت ده، فاستغل الفرصه ان مفيش صانع لعب صريح، فعمل الزون ده اللي هو بيبقى فيه ترابات او اتنين لعيبه على اللعيب اللي معاه الكوره، ونجح فيه لحد ما. لكن طبعا زي ما قلنا الامكانيات الفرديه والتغييرات، كابتن طارق خيري طبعا مش هيسمح بده، هينزل بوينت جارد او صانع لعب في وقتها. دي الحته الوحيده اللي حبيت اشيد بيها، ان برده ده كوتش عمرو عاصم مصحصح وشايف الحته اللي ممكن يلعب عليها في حدود امكانياته حاول. لكن مبروك الاهلي، الفرق كبير، فرق كبير جدا في الامكانيات وفي اللعيبه وفي كل حاجه، واعتقد ان فعلا السلسله زي ما بيقولوا هتمشي 3-0 الا لو حصلت مفاجاه، ودي يعني بنسبه ضعيفه جدا. اشكرك كابتن عماد. كابتن ميشو، الف مبروك النادي الاهلي، يستحق، عمل جيم كبير. وفي نفس التوقيت اقول الف مبروك لنادي الجزيره، يعني نادي الجزيره بالوضع اللي هو فيه بعدم وجود محترفه بقول له الف الف مبروك. بدا الحته اللي وصلته للفاينل، الاصرار ظهر مع نادي الجزيره في الفتره الاولانيه فقط لا غير، ما يقدرش يستحمل اكتر من كده. الفتره الثانيه بيستو كوبي من الفتره الثالثه، نعم الفتره الثانيه خلاص الموضوع بقى صعب جدا. 25-9 24-9 25-9 الفترة الثانية، الفترة الثالثة 24-9 24-9 الموضوع بعد خلاص تمام. هم عملوا، انا قلت لك احنا لو رجعنا في البداية انا قلت لك ان هيبقى البداية بس هتبقى قوية، بس مش هيقدر يكمل. صحيح. وضع طبيعي، ده طبعا ما اثروش، جهاز فني ما اثرش، لعيبة عملوا اللي عليهم وزيادة. الفترة الرابعة خلاص الجيم موضوع يمكن منتهي، ودي يمكن اكتر فترة اللي هو اللي طلع فيها غير الفترة الأولانية، هو جاب 9 بونت جاب طبعا 16 بونت، خلاص الجيم يعني الجيم خلاص، نادي الأهلي الريتم بتاعه خلاص ال 24 بعد كده راجع لل 25 بعد كده راجع لل 24، آخر فترة خلاص الموضوع انتهى، هو اللي جاب فيها 17 بونت، فده وضع طبيعي جدا. ولكن نادي الجزيرة يحترم على أدائه، أداء محترم، ألف ألف مبروك النادي الأهلي، يستحق. في طبعا جاب كبير في فرق الإمكانيات، ولكن أنا متوقعه يعني إن الموضوع حتى في اللي جاي هيبقى بنفس الريتم، ومتهيألي ان يعني هتخلص 3-0. اشكرك كابتن ميشو. كابتن سلعوي، طبعا الحمد لله مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق ومتوقع زي ما توقعناه. هارد لك نادي الجزيره، ادت مباراه جيده، مدرب واعي، مدرب نادي الجزيره عمل تغييرات تدل على انه مصحصح في المباراه، لكن القماشه اللي معاه هي دي. الفوارق والتغييرات في النادي الاهلي ادت الى ظهور الفرق. نعم. يعني الاهلي عنده قماشه كويسه يقدر يستخدمها. طارق خيري قدر يريح اللعيبه لان نظر لانه عنده 3 مباريات، قسم عليهم المجهود. طبعا ده ذكاء من مدرب النادي الاهلي. هو طارق خيري بصفه عامه عامل حاله في الفرقه جيده جدا.
ما كانتش موجودة قبل كده بصراحة يعني، أو كانت موجودة على استحياء، لكن في حالة مع عدد النجوم ده لا دي حالة لأنه لما بيبقى عندك نجوم كتير بيبقى ده بيعاكس ممكن ساعات على بعض الأمور النفسية، ولكن قادر هو يخلي يعني الحمد لله ما فيش مشاكل في الفرقة، الفرقة ماشية بخطى ثابتة. لو زي ما اتكلمنا انا وانت في الاستوديو اللي فات وقلنا ان الفرقه دي لازم تتجه الى البطولات العربيه والافريقيه، لان بالنسبه للمحلي ما يعني اصبحت المنافسه شبه صعبه عايز اقول كمان ان يعني ده لا يقلل من كفاءه طبعا نادي طبعا الجزيره وقد نادي الجزيره يعمل تدعيمات السنه الجايه نلاقي شكل افضل وافضل يعني، وانا اتمنى يعني بصراحه من مصلحه النادي الاهلي ان النادي الجزيره يبقى شكله كويس وسبورتنج ويبدا يعمل تدريبات عشان تعود للمنتخب ويبقى في منافسه تقدر ان تتمتع فيها. ومبروك للنادي الاهلي، واعتقد الماتشات الجايه هتبقى على نفس المنوال. اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن طاهر، انا بتكلم بقى ان الباسكت لغه ارقام، الارقام موضحه موضحه ايه اللي حصل او كون ان 34 بونت يعني ده ما توقعناه، وفي نفس الوقت ده بيوضح ان ممكن يبقى ايه السيناريو للماتشين الجايين. نعم. او الاربع ماتشات عشان ما نبقاش المكسب طبعا يعني يوضح ان البطوله باذن الله هتكون للاهلي، والف مبروك الماتش ده. بس انا كنت عاوز طبعا أشيد بالأداء بتاع لعيبة الأهلي، وكذلك أشيد بالأداء بتاع لعيبة الجزيرة، على أساس إن لعيبة الجزيرة ده مش من واقع كاتشانا للماتش ده بس، إنما كون إن هو يوصل للفاينل في الكاس وفي الدوري ده أكبر دليل على إن الراجل المدير الفني عمرو عاصم اشتغل مع الفرقة دي من أول السيزون كبلان وكاستراتيجية وكانتقاء لعيبة. وأحب أذكر كمان أن في ثلاث لعيبة من الأساسيين من نادي الجزيرة هما ولاد النادي الأهلي أصلا. صحيح صحيح. ودي برضك تذكر لناشئات النادي الأهلي يعني. كابتن طاهر أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، خلينا نطلع للقاء مع أحد نجمات اللقاء رنيم الجداوي، وبعد رنيم الجداوي لقاءها هنطلع لفاصل ونرجع نبتدي استوديو التحليلي لمباراة الرجال الأهلي والاتحاد في جيم 1 بيست اوف 5، مباراة النهائي في دوري السوبر 22-23. نطلع للقاء رنيم والفاصل ثم نعود. هيثم، معاكم انتهى مباراة الأهلي والجزيرة وفوز النادي الأهلي بجيم 1. معانا واحدة من نجمات اللقاءات النهاردة والتوب سكور كابتن رنيم الجداوي. رنيم، يعني ألف مبروك الأداء النهاردة والفوز، وألف مبروك الفوز في جيم 1، وأعتقد أداء يعني أكثر من رائع سواء هجوما أو دفاعا لكل لاعبات الفريق. الله يبارك في حضرتك. اولا الحمد لله كلنا اجتهدنا، كلنا نازلين الجيم مفيش اي استهتار، عايزين نكسب اول ثلاث جيمات وناخد الدوري باذن الله، نازلين بمنتهى الحماس وبمنتهى الجديه، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا يعني نحقق الفوز الاولاني. اللي جاي بقى شايفينه ازاي؟ لسه عندنا جيم 2 وجيم 3، واعتقد انكم عايزين تحسموا بدري ان شاء الله نتيجه 3-0. ان شاء الله احنا التارجت بتاعنا السنه دي ان احنا ما نخسرش اي مباراه، فباذن الله خلاص الجيم ده عدى باذن الله، من اول بكره هنركز وهنشوف ايه اخطائنا بتاعت النهارده، اكيد عملنا اخطاء وهنراجع عليها وهنتفرج على اخطائنا، وان شاء الله ننزل الجيم اللي جاي مستعدين باكمل وجه، لكن ما حصلش اي حاجه في النهارده، وباذن الله نحقق الفوز الثاني والثالث باذن الله. شكرا نيمو، التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. يلا يبارك فيك. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع نجمه من نجمات فريقنا رنيم الجداوي عقب انتهاء المباراه بالفوز. يا رب دايما الاهلي النادي الاهلي في انتصارات وبطولات، وباذن الله موفقين في جيم 2 وجيم 3، وباذن الله يحسموا المباراه يعني مبكرا. كمان كابتن هيثم اتفضل.